حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه انا وعمران بن حسين فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاه اخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم او قال لقد صلى بنا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم